الموجة أولا أسعد الله مساكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الموجة الدافعة أساس أن نستغل الوقت بشقيها، اللي هي الموجة الدافعة العادية اللي نعرفها المعتادة، اللي بالشكل هذا اللي ما يحصل فيها تداخل بين الموجة أربعة والموجة واحد. والتداخل اللي نقصده أن قاع الموجة أربعة لا يهبط ولا يتداخل مع أي منطقة من مناطق الموجة واحد. هذه الموجة واحد اللي حاط عليها أنا الآن مظللها، أربعة مسموح لها أن تهبط لأي مدى إن شاء الله إلى هنا، لكن لا تدخل داخل مجال الموجة واحد، فهذا لا غير مقبول. أيضا البعض يعتقد أن احنا نتكلم موجة دافعة فقط في الاتجاه الصاعد، لا، الموجة الدافعة تأتي أيضا في الاتجاه الهابط نفس الطريقة، ونفس الكلام اللي نقوله عن الدافعة الصاعدة والدافعة الهابطة هو نفس الشيء. أنا هذه المفروض أنها ما تتداخل مع الموجة هذه، وممكن تلقى أحيانا قصيرة بالشكل هذا، وسبب أنها لكي يمنع التداخل. فهي موجودة أيضا في الموجة في الصاعدة أو الهابطة. طيب، يحصل عندنا أحيانا موجة تداخل في موجات اللي هي الرابعة والأولى تتداخل مع بعضها، وهذه نسميها القطرية. وين القطرية توجد؟ القطرية يا توجد هنا في موجة واحد فقط، ها، في واحد، أو في موجة خمسة. طيب، الموجة واحد وخمسة، لما أجي وأقول لك هذه الثالثة فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذه مو فيها واحد وخمسة أيضا صغيرة؟ أيضا ينطبق عليها نفس الكلام، ممكن تجد قطرية هنا، ممكن تجد قطرية هنا في المنطقة دي. إذا هي أي واحد وخمسة ممكن تجدها فيها، صغيرة الموجة، كبيرة الموجة، داخل الثلاثة فيه خمسة أيضا، خمس موجات أيضا. الواحد والثلاثة، واحد والخمسة هي يحصل فيها تداخل ممكن. هل ممكن الثنتين تكون يعني قطريات؟ بمعنى الموجة هذه عندنا قطرية هنا وهذه تكون أيضا قطرية؟ لا طبعا، يا هذه قطرية أو هذه قطرية. إن كان الواحد قطرية فهذه يمنع أنها تكون قطرية، راح تكون موجة عادية بالشكل هذا، وإن كان هذه هي القطرية فهذه يعني راح تكون موجة عادية جدا. في تبادل بينهم، وهذا أحد أنواع التبادل اللي تكلمنا عنها. هذا نوع آخر من أنواع التبادل. طيب، لما يحصل تداخل بالشكل هذا معناته أنها أنت على طول تعرف أنها قطرية. الكلام اللي أبي أوضحه، هل مطلوب مننا نحفظ كل المسميات هذه؟ ما هو شرط، ما هو شرط. أنا مو جاي أدخل اختبار عشان أحفظ. بعضهم في اليوتيوب في القناة في التعليقات، وذكرت الموضوع هذا من أول، يقول لك لو سمحت هذه دي زي غير دي 2 او تي ايش يسمونها، الدبل اللي هو دبل كوركتيف ويف، يعني هذيك غير هذه. انا اعرف ان هذه غير دي. بشكل عام هي كلها تتكون من دبليو اكس واي، صح ولا لا؟ نعم. طبعا في اليوتيوب ما في يعني محادثه مباشره زي هذه، لازم تكتب تعليق وترد عليك ويرد عليك. فبعض الامور الكلام اني وضحت لهم البدايه، واقول لهم انا ماني جاي هنا اعطيكم مسميات، لان بقدر ما انا اعطيك مسميات دي زي دي زي 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 دي زي ما ادري دي 3 دي 2 ما ادري، انت خلاص انت راح تضرب الوايرات عندك. فالافضل انها تبسط تسهل، خلاص هذه كذا موجات بسيطه وهذه موجات معقده. بعدين لما تصبح متمكن وتفهم وتشرب الفكره، انت من نفسك راح تعرفها، راح ترجع. طيب، انا اسمع ان هذا يقولون فيها دي هي نفسها يا اخي، بس تركيباتها الداخليه فيها شويه اختلاف فقط لا غير، اما ترقيم هو نفسه. المهم، منها القطريه، فيقول لك لا هذه ما هو هذه اول موجه، الخمس موجات الهابطه، يقول لك لا هذه حافزه ما هو دافعه. يا اخي حافزه ودافعه واحده، هي واحده، لكن ما ابي اصعبها على الاخوان.
اذكر الله يعني ما احتاج، انا عارف اعرف المسميات هذه، تم اختباري فيها واختبرت فيها واعرفها كلها من الى، لكن ماني جاي اختبر الناس، انا بصوره تصل في اسهل طريقه باسهل اسلوب. فحين لما اجي اقول لك قطريه ولا غيره، اوكي قطريه، هذه قطريه معناتها لما تسمع كلمه قطريه اللي هي ان الرابعه تتداخل مع واحد، طيب تداخلت مع واحد، اما بالتداخل هذا اما ان تكون الواحد هي اطول موجه وثم تليها الثلاثه وثم تليها عفوا الخمسه بالشكل هذا مثلا، عفوا بعدين بدينا في اللخبطه، ايوه بدينا المشاكل. طيب انها تكون بالشكل هذا ثلاثه اربعه وخمسه، وتلاحظ ان كل موجه اقصر من الاخرى. اهم قاعده عندنا ان الثالثه ما تكون هي الاقصر، ممكن تكون ثاني اقصر موجه لكن لا تكون هي الاقصر. بهالطريقه هذه تسمى قطريه، لان اربعه نزلت الى المناطق هذه. نفس العدد، نفس التفصيل الداخلي، خمسه ثلاثه خمسه ثلاثه خمسه، هي نفسها. وين توجد؟ توجد في الموجه واحد هذه. او وين؟ من اللي حافظ؟ نلقاها في واحد او ايه او وين؟ لا القطريه الاماميه، انا اقول ليدنج، اسميها ليدنج دايجونال. برافو ابو عبد الله. لا قلنا الليدنج توجد في الاولى والسي والاي، عفوا الاولى والاي في البدايات، هي دائما في البدايات الاولى والاي. ولما اقول لك اندنج دايجنوز، من كلمه اي اندنج، اندنج نهايه، من كلمه اندنج دايجنوز وين توجد؟ في الخامسه. ووين بعد؟ خامسه وسي، عهود صح، في الخامسه وسي نجدها، في الخامسه وسي. الليدنج دايجنال معناتها قطريه اماميه، الاندنج دايجنال معناها قطريه خلفيه. فلما نقول ليدنج، ليدنج اماميه متقدمه، ليدنج مثل لما اجي بالانجليزي واقول لك اي ويل ليد يو تو ذا لوكيشن، راح اقودك الى، راح امشي امامك يعني عشان تتبعني الى الموقع. اندنج جاء من كلمه اند نهايه، فتجي في النهايه، واختصارها اي دي، هذيك اختصارها ال دي ليدنج. فالليدنج تجي في الموجه واحد او اي، الاندنج تجي في النهايه اللي هي خمسه او سي. فواضح؟ محمد الحربي يقول لا. اعد ابشر ابشر ولا يهمك، اعد دائما بالمجان، وش همك عادي. امزح معك. طيب نعيد، خلينا ارجع الرسمه هذه مثل ما كانت هنا، موجه دافعه عاديه. اوكي هذه الموجه الدافعه العاديه بالشكل هذا، لا يحدث تداخل بين الاربعه وواحد صح. طيب هذه تسمى امبلس دافعه، اوكي امبلس دافعه. طيب الامبلس داخل الاضلاع المتجهه اللي ماشيه بنفس الاتجاه، الاتجاه وين الان؟ فوق ولا لا؟ اذا الاضلاع اللي تمشي بنفس الاتجاه هذه تتركب من ايضا خمسه. هذه تتركب من خمسه ايضا، وهي اطولهم. وهذه تتركب من خمسه ايضا، وهي اطولهم. الموجات اللي تسير عكس الاتجاه هذه نسميها تصحيحيه، هذه التصحيحيه واللي تتكون من ثلاث حركات. هل نجد فيها خمسه؟ نعم نجد فيها خمسه طبعا، تركيباتها الداخليه خمسه ثلاثه خمسه، خمسه في A A B C، ثلاثه هنا في B وخمسه في C. هذه البي كيف، وش تركيبها؟ احد تركيباتها الشائعه ايضا اللي هي A B C،
فكل اي بي سي صغيره هنا راح كزجزاج موجب تعرض راح تلقى فيها 5 3 5. هل هذا هو الشكل المعهود المعروف العادي اللي نعرفه احنا الموجه الدافعه؟ تاتي بالشكل هذا، واضح شيخ محمد؟ واضح للجميع؟ واضح لكم كلام هذا؟ طيب الان وش هي المتغيرات اللي ممكن تحدث هنا عندنا في الموجه هذه؟ ولا شيء، اللهم ان الموجه الاولى قد تتحول الى موجه اولى ليدنج قطريه اماميه، بان نجد ان الواحد ارتفعت وبعدها وبعدها الثلاثه اقل منها بقليل، وثم الخمسه ايضا اصغر منهم، فكل واحده اصغر من الثانيه. فعندما يتشكل امامنا الشكل هذا يصبح شكلها مثل وكأننا نرسم مثلث، وش نسميه احنا الوتد بالشكل هذا. والسبب ان الموجه الرابعه تداخلت مع الرابعه، هذه تداخلت مع الاولى، فتحول النمط عندنا الى نفس العد خمس موجات، اللهم صارت تسمى ليدنج دايجونال. تركيبات الداخليه وش هي؟ لما اجي انا ابحث في تركيبات الداخليه، نفس الموجه الكبيره دي نفسها 5 3 5 3 5، تركيبات الداخليه نفسها، اللهم عمليه التداخل بس هي اللي يختلف فيها. واضح؟ واضح، يعني نفس الموجه الكبيره بس اسحب الاربعه وادخلها مع مجال الموجه واحد، ارفع واحد واكبرها شوي فوق فقط عشان يتداخلون. ولا نفس الفلسفه نفس العد نفس الفكره، ما في شيء مختلف. ممتاز. طيب هذه تسمى ايش اللي هنا اللي نجدها في الامام هنا؟ نسميها ال دي، اللي هو تساوي ليدنج دايا دايجونال. قلت لكم ماني باختبارات، ماني جاي اختبركم، انا ما تهمني المسميات ابدا. لما ترسم كارت وتنزله في اي جروب في اي مكان، ترسله لاي احد، انت ما انت جالس تتحدث مع الشخص وتشرح له الشكل نفسه. اذا هو فاهم تحليل الموجي من الشكل راح يعرف انها قطريه اماميه. طيب اذا كان عندنا قطريه اماميه هنا، هل يصح ان يكون عندنا قطريه خلفيه هنا فوق في الخامسه بنفس الوقت بنفس الموجه؟ بنفس الموجه انا اتكلم، مسموح؟ لا طبعا. هل اقدر القاها في الخامسه هنا مثلا، او القاها في الخامسه هنا اللي من ثلاثه؟ هل اقدر القاها مع العلم انها موجوده هنا بواحد؟ نعم مسموح، نعم، لان هذه داخله في الموجه الفرعيه داخليه صغيره. احنا نتكلم على الاطار العام، الموجه الكامله الكبيره بينهم تبادل. اذا هذه قطريه ذيك ما تصير قطريه اللي فوق الخامسه. نتكلم عن الموجات الرئيسيه خمسه وواحد، هذول ما علينا من الداخليات، لكن ينطبق نفس الكلام على الداخليات. فاذا هذه الداخليه هذه قطريه واحد، الخامسه ما تصير قطريه، اذا هذه قطريه الاولى ما تصير قطريه. طيب الان الموجه هذه اللي هنا الاماميه القطريه الاماميه الليدنج هذه، راح ارجعها لوضعها الطبيعي مثل ما هو واضح في الشكل اللي امامنا. شفتوا اللي صار؟ فقط اني نزلت الواحد الى هنا، الان رجعت موجه عاديه جدا مثل الكبيره هذه، مثل الموجه الكبيره هذه. طيب الموجه الاخيره هذه نفس الطريقه، ابسحب الواحد بودي عند منطقة الأربعة على أساس يحصل بينهم تداخل. ألا تلاحظ الآن أنها أصبحت قطرية أيضا فوق هنا ولا لا؟ قطرية ولا لا؟ نعم. طيب هذا القطرية الآن تسمى
هذه تسمى هنا عشان نختصر سطرية ايش؟ خلفية. فنغير ال L من leading إلى ending E. نحط E هنا عفوا. نحط E. وهنا بدل leading نغيرها نكتب ending. لاحظ وش اللي تغير الآن؟ فقط غيرت ال leading إلى ending. وهذا معناه أن هذه قطرية خلفية الآن. طيب. هذه الأمامية اللي رقم واحد، رقم واحد بوضعها العادي هي ما هي قطرية الآن صح ولا لا؟ بوضعها العادي تركيباتها الداخلية وش هي؟ كيف تركيباتها الداخلية؟ رقم واحد موجة واحد هنا تركيباتها الداخلية عبارة عن ايش؟ هذه اللي هنا تركيباتها الداخلية دائما دائما قطرية أو غير قطرية قطرية هي 5 3 5 3 5 قطرية أو غير قطرية هي نفس الموجة الكبيرة 5 3 5 وش مقصود 5 في الواحد 3 في 2 5 في الواحد 3 في 2 5 في الواحد طيب هذه القطرية الخلفية كيف يختلفون عن بعض الآن القطرية الخلفية اللي فوق الخمسة كيف يصير تركيبة الداخلي؟ نعم أحسنت أحسنت شيخ محمد هذه اللي هنا تختلف عن الأولى بأن تركيبتها الداخلية عبارة عن ثلاثة 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 كل ضلع فيه ثلاث موجات كل ضلع فيه ثلاث موجات ثلاثة صاعدة ثلاثة هابطة ثلاثة صاعدة ثلاثة هابطة ثلاثة صاعدة وكل ضلع هنا يتشكل من A B C وبعده A B C وانت ماشي A B C يرقم بالترقيم هذا A B C يعني لما تيجي ترقم ترقيم الموجة الداخلية ترقمها A B C هنا A B C هنا أيضا A B و C وتنتهي الخامسة إذا ترقيمات الداخلية عبارة عن إيش؟ A B C A B C A B C A B C A B C ثلاثية كلها ثلاثية وبذلك تختلف هي. طيب هذه وين ألقاها أيضا؟ هذه الموجة C وهذه وين ألقاها أيضا هنا؟ الموجة A هذه أيضا ألقاها في الموجة A وهذه أيضا ألقاها في الموجة C فلما أجي أرسم لك أنا الآن A و B و C وش المتوقع يكون فيهم هذول يا أن يكون خمسة مثل هذه عادية جدا خمسة هنا وثلاثة هنا وخمسة هنا عادية مثل هذه كلها عادية بشكل هذا أو أن واحدة منهم بتصير diagonal قطرية إن كانت الـ A فبنقول هي أي واحدة إذا كانت الـ A بنقول أي واحدة أي موجة هي تفصيلاتها الداخلية وش هي؟ LD leading diagonal تفصيلاتها الداخلية كم وش المتوقع نلقى في التفصيلات الداخلية؟ 5 3 5 3 5 ممتاز وإن كانت هي في موجودة في C فهنا تبادل أيضا ما يصير الثنتين اللي leading قطريات فإذا كانت الـ C فبيكون تركيباتها الداخلية عبارة عن إيه؟ بالضبط ending diagonal برافو مشاعل حمزة مشاعل محمد كلكم ما شاء الله جيدين تركيبات الداخلية عن ثلاثة 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 ممتاز حلوين طيب هذه الموجات القطرية راح ترى ودي امسحك ما ودي امسح كلام لكن خلينا هذه الموجات القطرية هل فقط تأتي بالشكل هذا هل فقط تأتي بالشكل هذا؟ بأنها تصير تصير مثل الوتد اللي نعرفه احنا نسميه الوتد
هل تجي بالشكل هذا مثلا دائما، سواء في الاي ولا السي ولا ولا واحد ولا خمسة، هل كلها تجي بالشكل هذا؟ إذن القطرية لها نوعين، لا تتلخبطون، هي نفسها بس شكلين مو نوعين، شكلين، شكل اللي يضيق بالشكل هذا والشكل اللي هو يتسع بالشكل هذا، فتجد الموجة واحد بالشكل هذا إلى هنا مثلا، الموجة واحد تلقاها بادية وراحة إلى هنا، وتجد الثلاثة رايحة فوق، وتجد الأربعة نازلة تحت، يعني حركاتها حادة. لاحظ كل موجة أطول من الثاني، ساعة كل موجة أقصر، الآن صار كل موجة أطول، كأنك أخذت الشكل وقلبته بالعكس، حطيت رأسه تحت. هذا الشكل يحصل في الخامسة وفي الأولى، ويحصل في الـ A ويحصل في الـ C، فوارد إنك تجدها متسعة. عرفت وش أقصد؟ واضح؟ إن القطريات ممكن تكون تضيق بشكل وتد أو متسعة، ممكن، فيحتاج لها ملاحظة بس وانت تشتغل تشوف. إذا طيب كيف تقدر تلاحظ الشيء هذا؟ لما تشوف ان موقع الموجة يحكم. إذا كنت قاعد تحلل في موجة A، إذا كنت جالس تحلل في موجة واحد، خلاص أمامك السيناريوهات هذه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة العادية، أو قطرية اللي تضيق أو القطرية اللي تتسع. الحركات اللي تتشكل بيطور نمو الموجة هذه تبين لك هي أي نوع، وعادة ما تتضح إلا عند الموجة أربعة، ولما أيضا عند تجاوز الموجة اثنين وتكون الموجة الثالثة حادة، هذه خلاص تعطيك الدلالة أنها موجة دافعة عادية. فواضحة الفكرة ذي، أنها في على شكلين تجي، نفس الشيء، نفس القاعدة، نفس الفكرة، اللهم أن بدال ما تكون وتد تضيق تصبح متسعة. لحظات بس يا اخوان، تعطوني بس دقيقة ابو محمد، توقف التسجيل وتدخل تسحب صلاحية بس. الزجزاج وكنت افضل اني اجلها الى درس الموجات التصحيحية، لكن ما لا يمنع انه اسحب نحط. صلاحية، اسحب صلاحية ابو ريان. اوكي، يعني لا يمنع ان نتكلم عنها الان، ولكن نرجع لها مرة ثانية بوقت الموجات التصحيحية نتكلم عنها أيضا، ولكن لأنها داخلة هي في موجة رابطة في الموجة الدافعة، لذلك ذكرتها الآن. الموجة الزجزاج اللي أمامنا مثل ما تشوفون، مثل ما تفضل أخونا أبو محمد، أولا قلنا حنا في تبادل يحصل، التبادل يحصل بين الموجات، وش بالضبط إذا ذكروني؟ اثنين وأربعة، ممتاز. كيف يكون؟ بأن تصير واحدة منهم حادة والثانية عرضية، أي واحدة منهم تصل لواحد 1.8 مثلا بنزول حاد، والأولى مثلا، إذا الرابعة قصدي الثانية، إذا الثالثة أو الرابعة ستكون 38، وإذا كانت الرابعة حادة معناتها الأولى أكيد كان نزولها إلى 38، فهذا يحصل تبادل بينهم أطوال الموجات أبعادها بحسب مستويات فايبر. والتبادل يحصل أيضا بين الاندنج والليدنج دايجونال، بين موجات الـ A والسي والخامسة والأولى، والتبادل يحدث أيضا من ناحية الزمن، أحيانا تقاس بالزمن أيضا، هذه مدتها قصيرة، هذه مدتها تكون أطول. التبادل يحدث أيضا بالزجزاج اللي يرمزون له، اللي موجه متعرجه اللي يرمزون له بحرفين زد، في حده الموجات، فاذا كانت الاولى نازله بشكل حاد تجد الثانيه السي بشكل مائل
يعني شوي ما بذيك الحدة، وإذا كانت هذه هي المائلة ما بذيك الحدة، فتجد أن السي نزولها يكون حاد. الآن بشكل سريع، واضحة الفكرة هذه؟ كأبعاد كنت بأجل أيضا عملية اللبس اللي صاير بين محلل الموجين، البعض لعدم تراكمه والبعض يؤمنون، يعني في تجد ناس مختصين خلينا نقول آخرين يرسمون الفايبو بشكل، وإليت ويب انترناشونال وغيره كلهم يتحدثون عن الرسم بالشكل الصحيح اللي راح أوريكم إياه الآن. لكن لا تتفاجئون لو جاء واحد وحط من A إلى B فقط واستخدم الريتريسمنت، نسبة التراجع. ليه يستخدم هذه بالشكل هذا؟ لأنه يبي يوجد نسبة هنا على طول 130 أو 61.8 بالشكل هذا. بالشكل هذا البعض وش يسوي؟ يقول لك ياخذ مستوى الريتريسمنت التراجع في الموجة، يقيس الضلع A، الضلع A نفسه كده بالشكل هذا، وثم إذا انتهت الموجة B سحب الشكل كله هذا وحطه على قمة نهاية البي وينظر إلى نسبة 100%، أي إن هذا هو نفس طول الموجة A. لو رجع لها الموجة A ستجدها نفس الطول هذا، شفتها؟ فهو يقول دام ان السي هي طولها طول الاي، فيسحب نفس الشكل وينزل على نهاية البي ويقول لك هذا هو عند المنطقة دي. في حين ان الأداة اللي تستخدم عادة اللي هي الاكستنشن، يعني تضرب عند قاع الاي ثم الى قمة الاي ثم تعود مرة أخرى إلى البي بالشكل هذا، ونلاحظ عند هذا عند الرسم بالشكل هذا أيضا أعطتنا نسبة 100% هنا هذه. فبدل ما نجد نسحب هذا ونجيبه هنا ولا غيره، قال لك يا أخي سهل على نفسك، خذ الاكستنشن هذا واضرب عند بداية الموجة إلى نهاية الضلع A هنا، وارجع إلى وين انتهت الموجة B، ابحث عن مستوى واحد أو 100% هذا هو. فتكون هذا الايديل اللي يقول لك، يعني الشيء المتعارف عليه بأن طولها يصل إلى مستوى واحد أو 100% من طول المستوى الموجة A. طيب هل في نسب ومستويات أخرى؟ نعم، مستوى دارج مفضل اللي هو 138 127 طبعا، لكن 138 دارج، يعني تجد ان لو طالت عن ال 100% ستجد عند 138. هل تجد تبعد اكثر من كذا ايضا؟ نعم، عندك الى 161، الى 161 ما تجاوز هذا معناته انت كانك داخل بموجه ثالثه هنا، خلاص اتاكد لك انك موجود في موجه ثالثه. غالبا انك ستجد عند مستوى 100% يطول قليلا الى 138 مثلا، بين المسافات هذه يصل إلى 161 أحيانا. إذن هي 100% واضحة، واضحة الفكرة دي، ممتاز. طيب في شيء أنا راح أستبق الأحداث شوي وأقول لو أخذنا مستوى التراجع الريتريسمنت هذا وحسبنا طول الضلع A فقط، ضلع A هذا، أهو خلنا في الاكستنشن، دقيقة. خلنا الاكستنشن. احيانا الموجه هذه سي تكون اقصر من كذا ايضا، تجي الى درجه انك ممكن تلقاها عند مستوى 61.8
بالشكل هذا ولا تكسر قاعة الاي وتقول يا اخي كيف كذا، لا يصير يصير يصير، وهذه تسمى الرننج زيجزاج. رننج زيجزاج اللي هو كيف نسميه رننج، اللي هي بالعربي شو نقول احنا الرننج، في اسم يمكن يسعفنا ابو محمد بالعربي، لما نقول الرننج فلات، تسلق يا ابو ريان، تسلق. متسلقة متسلقة نعم. فنجد ان نقول هذه زقزاق المتسلقة، اللي ان السي ما تكسر قاع هذا وتنتهي عند مستوى 61.8، اقل من كذا غير مسموح، اقل من 61.8 غير مسموح، غير مسموح معناته عيد حساباتك، شوف انت عندك مشكلة في غلط، انت حاسب غلط. اللي ابي انبه منه خاصة على الشارتات اللحظية وجميع الشارتات، ان السي الاي بي سي والموجات التصحيحية ما هو شرط تجدها بنفس النمط الشكل المنمق هذا، يا سلام جميل وخلاص واضح بالشكل هذا، لا لا لا، احيانا ممكن تجد هذه كذا خاصة على الفريمات اللحظية، ترى خاصة على الفريمات اللحظية ممكن تلقى هذا هنا وتلقى البي هنا والسي بالحجم هذا فقط قصيرة. يعني ما لا تلتزم بالقياسات اللي حاطها انت ولا غيره وجالس تقول هذا كيف اقيسها، خلاص على الفريمات اللحظيه والفريمات الصغيره او حتى الفريمات التاريخيه الكبيره. افتراضيا انت لما تشوف الموجه اللي امامك معطيها الشكل هذا، خلاص A وبي وسي، لا تروح تدور لي السي هنا، لازم تطلع لي في المنتصف ولا في مشكلة، لا مو شرط، مو شرط، لا تتفاجأ لو شفتها بالشكل هذا، ولو رجعت للكارت يمكن ألقى أمثلة عليها. يحتاج لي نلاحظ مثلا مثلا الموجة هذه اللي هنا، نلاحظ ان الـ A شوف خذت كل المسافة دي، والـ B هنا والـ C هذه القصيرة دي، قصيرة هذه، فعندك ثلاث حركات، لا تشتت نفسك ولا تصير حنبلي على قولتهم، خلاص A B C، هذه A B C انتهى انتهى، موجة تصحيحية A B C. هذا اللي حبيت ان انبه منه، يعني لو جينا على الفريمات اللحظية خلينا نشوف على نص ساعة مثلا، ممتاز على النص ساعة، نجي الموجة هذه مثلا وجدتها بالشكل هذا، لاحظ الـ A قصيرة والـ C هي طويلة، ممكن تصل 161.8 قلنا احنا، ممكن تجدها بالشكل هذا، فلا تتفاجأ تقول يا اخي ما هي راكبه شكلها غلط، اي ما عليك من شكلها، ما راح تناسبها، ما في عقد قران بينك وبينها، يعني الموجه كيف هتصير اللي تصير. الكلام انك بس يجب ان تنتبه ان الاشكال ما تجيك منمقه ومرسومه بشكل واو، يعني مثل اللي تشوفها بالكتب مرصوده، شوف الموجة هذه كيف، هذه طويلة وهذه قصيرة، هنا جت A B C، راح تشوف واحدة ثانية تتفاجأ فيها، أنا أدور لك واحدة كذا، حلو حلو، هذه لا تتفاجأ إنك تشوف مثلا A إلى هنا و B و C إلى هنا، لا تتفاجأ، ممكن تكون بالشكل هذا، فلذلك عليك بالحركه. طيب كيف تحكم اذا فعلا اي بي سي لو شفتها بالشكل هذا؟ تجي تظللها بدايتها الى نهايتها، بدايتها الى نهايتها، وعلى الفريم النص ساعه، اروح على 5 دقائق ابي اشوف الموجه هذه وش تقول لي بالضبط، تركيباتها الداخليه وش هي، هل انا، لان احيانا على الفريم الكبير ما تبان لك كل التفاصيل، مثل ما تروح على الشهري ما راح تشوف كل التفاصيل، شوف ساعة الموجة اللي كانت يا كبرها شوفها الآن،
قد تتضح موجه اخرى تختلف تماما، وقد يمكن تكون دافعه بعد، ما تدري. ولذلك لما تدخل على فريم الاصغر تتحقق منها، تقول لحظه شوي، خلينا نناقشها كذا بشكل جميل. هذه الموجه، الواضح ان عندنا موجه صاعده ثم موجه تصحيحيه، هذه تصحيحيه. طيب التصحيحيه، هل التصحيحيه تنفع تكون خمس موجات لحالها؟ بس هذا سؤالي، التصحيحيه هل ينفع تكون خمس موجات لحالها كذا؟ هل التصحيح يكون خمس موجات فقط؟ نعم، خمسة ثلاثة خمسة، ثلاثة ثلاثة خمسة، المهم في ثلاثة أضلاع. أما ضلع واحد نازل كذا نقول هذه موجة تصحيحية، لا، لازم في نشوف في ثلاثة أضلاع. وراح نشوف الدرس الموجات التصحيحية إنه مو بس خمسة ثلاثة خمسة، ممكن يكون عندك ثلاثة ثلاثة خمسة، وبعدين راح نشوفها. لا، أهم ما في الموضوع إن لازم يكون عندك ثلاث موجات تصحيحية، ثلاث حركات. وهنا جاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فتحتار تقول تصحيحية وخمس موجات دافعة دي. من منكم ما يشوف دافعة هنا؟ من اللي منكم يقول والله أنا ما نشاف دافعة في هذه؟ مين واضحة بذمتكم إن أمامكم كأنها موجة دافعة؟ وطيب أول ما تيجي تقول والله هذه واحد، هذه طبعا هذا درس متقدم، ها متقدم، بس أساس أن ننبهكم من الشغلة هذه، لا تتلخبطون لو جيت وقلت والله أنا شفت هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه خلاص هذه دافعة دي، وصارت داخل بين الأربعة والواحد، هذه دايجنال قطرية، والموجة الثالثة ليست بأقصر موجة، وهذه الأداة راح أخذها عشان أتحقق من طول الموجة، برايس رينج، أسحب برايس رينج من المنطقة هذه، وين برايس رينج؟ أسحبها من المنطقة هذه ونزلها من قمتها إلى قاعها، وقارن طولها بالموجات الثانية، الأولى هذه، الأولى انتهت هنا، وبدايتها وين؟ بدايتها وين؟ تجاوزت الأولى أطول. أنا أشوف الخامسة، لا الخامسة أقصر، الخامسة انتهت هنا وهذه طول الثالثة. إذن فعلا هذه الحسابات حقتي تقول هذه دافعة ولا لا؟ نعم خمسة، يقول أنا أشوفها دافعة، ممتاز. شوف في حالات الموجة التصحيحية، إذا كنت متأكد مليون بالمية إن هذه تصحيحية، وهنا الواضح أن الدافعة عندنا أمامنا هذه بدأت من الأسفل، من الأسفل بدأت الموجة هنا، صعودا إلى هنا، نزولا إلى هنا، ثم وصلت إلى هنا، يعني قد تكون هذه موجة رابعة. هذه ما لازم تصحيحية، لازم بأي شكل كان تجبرها، بأي شكل كان تجبرها. كيف أجبرها؟ هذا طبعا راح ندخل في عمليات ال WXY وغيره، وأنا ما أبي أدخل ندخل بالموضوع هذا، راح أقول والله A B C W، A B C هنا في X، وهنا في A B C بعد Y، غصب لازم أطلع فيها ثلاثة، وإلا إن راح أدخل بالتفصيلات الداخلية أيضا، وهذا درس متقدم، وأقول هنا A وهنا B، وهذه كلها دافعة صحيح، هذه ثلاث موجات تصحيحية، وهذه موجة اللي تسمى مسطحة فلات. يعني فاللي اللي بقول لك إياه، لما تصبح أنت محلل متمكن ومدرك لأن هذه الموجة تصحيحية، تجبر اجبرها بأي شكل. يعني حتى شفت هذه هنا، ممكن أجل هذه هنا A و B وهذه C، بدل ما انظر لهذه على أنها خمسة، ممكن أطلع فيها A B C D. ولو دخلنا على فريمات أصغر راح تتضح الصورة أكثر وأكثر. ف WXY والأمور هذه ما راح ندخل فيها الموضوع، ما راح ندخل الموضوع هذا، لكن بس أوريك أنه ممكن تجي في موجة وتقول والله أنا أشوفها دافعة على فريمات صغيرة. إذا هي موجة تصحيحية لا تقول دافعة، يقول هذه تركيبة موجة تصحيحية بس، وش هي؟ هنا الكلام، كيف أفندها؟ كيف أفككها؟ كيف أشوفها؟ لما نيجي في الدرس المتقدم ذيك الساعة راح تعرف كيف تفكك الموجات هذه. طبعا أبو محمد يقول لازم نشوف الموجة اللي قبلها، أكيد. ليه؟
لان اذا كان هذه اذا كان الموديل قبلها خمسه مثلا، واحد اثنين ثلاثه، هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فلازم عكس الخمسه ثلاثه. وممكن تصير عندنا كلامكم صحيح ان هذه دافعه، هذه ممكن هذه دافعه فعلا خمس موجات، وهذه اي بي سي هنا، وهذه دافعه اخرى في المنطقه هذه، وقلنا المثل اللي وريتكم اياه من شوي، وقلت لك اياها اللي هي وش يسمونها رانينج زجزاج، ايش يسمى بالعربي ابو محمد؟ متسلقه زجزاج متسلقه. بعدين نبدا من هنا 1 2 3 4 5 ابو ريان، بس يعتقد الزجزاج المتسلق هو من نوع نادر جدا. نعم لا، بس في 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 الموجات اللحظية زي هذا راح تجدها بشكل مهول يعني أحيانا، أو نعتبر أو مثلا نعتبرها السي المنقطعة، هي نفسها متسلقة هي المنقطعة يعني. فلذلك لا، هي ما حصل فيها انقطاع، العد فيها كامل، لكن أغلقت عن مستويات الأي يعني، فصارت قصيرة. فلازم تطلع فيها موجة دافعة. أضف إلى ذلك، احترت في موجة، والله قلت أنا الموجة اللي قدامي هذه أنا أشوفها دافعة، كل هذه كلها من هنا إلى هنا. إذا القاعدة تقول يعني، مو قاعدة من الإرشادات، إذا أخذت من القاع هذا إلى القاع هذا إلى القمة دي، ووجدت أن الموجة تتحرك داخل حدود القناة، فأعرف أنت في موجة تصحيحية، فأعرف أنك في موجة تصحيحية. لأن لو كنت موجة دافعة راح تشوف، طبعا راح تشوف الخروج الثالثة على القناة، على حد القناة فوق. أيضا من الإرشادات، كلما سألت نظرت إلى الموجة هذه مثلا، وجدت فيها تعرجات كثيرة، تداخلات كثيرة، لا تميل أبدا إلى أنك تسميها دافعة، أبدا دافعة صريحة، دافعة واضحة، دافعة تجيك بشكل واضح، هي بنفسها تقول لك أنا دافعة، تطلع لك بخط واضح، عرفتوا؟ فتطلع الموجة بشكل واضح. إذا ما كان فيها ذاك الوضوح، فتجنب أنك تقول هاي دافعة. شوف كيف الدافعة مثلا تكون حدتها كيف واضحة، فجوة واضحة غيرها. لكن تجي إلى موجات مثلا زي هذه، زي هذه مثلا، من هنا وهنا وهنا وهنا، وبالشكل أقول لك لحظة، لا 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 تقول دافعة، لا تقول دافعة، وقف وقف، عيد، احسبها صح، احسبها صح. لذلك نقدر نقول هذه دافعة اللي هنا، شوف حدتها كيف. أما هذه اللي هنا، فاتجهت إلى أنها تحصل فيها تداخلات كثيرة، وهذه إشارة إلى أنها موجة تصحيحية، وقد تكون موجة رابطة، تربط موجة دافعة في موجة دافعة أخرى. واضح؟ طيب محمد، أنا بخليكم الآن، بس إن شاء الله إني ألحق أرجع لكم. أكمل إذا عندك شيء توضح للإخوان.